متابعين بفقراتنا لحلقتنا لليوم ببرنامجنا ببيروت، وموعدنا هلأ مع الموضة وآخر كولكشن رح نتعرف عليها أكثر مع مصمم الأزياء راني عيتاني. أهلا وسهلا فيك راني، تفضل لعنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا راني، المايك لو سمحت. بونجور. يا هلا، يعطيك العافية راني. خبرنا كيف هيك بلشنا بعالم تصميم الأزياء وتميزنا واخذنا التاتش الخاصه فينا عن باقي المصممين. هاي لكم اول شيء وهاي للمستمعين. انا اول فضل لي بالموضه هو والدي. اتس فاميلي بزنس. بابا كان من رواد الصناعه بهالاندستري هيدي بلبنان، ومنه تعلمت كل هالشيء هيدا. اوكي. تعلمت اول شيء الستيليزم والموديليزم، بالاضافه لهالشيء عن طريق اساتذه بريفي. كنت حبيت امشي بهذا المجال. طيب وبلشت. يعني هلا صارك تقريبا حوالي الاربع سنوات. مزبوط. خف الحماس ولا بعدك واكثر؟ نو اكيد اكيد، كل فتره بصير بيزيد الحماس اكثر مع الوقت، كل ما واحد يفوت فيها هيدا اكثر، كل ما واحد بزيد حماسه اكثر. اكيد اكثر واكثر. عم راني بتحس في صعوبه بهالمجال انك تتميز عن باقي المصممين ودايما ضلك محافظ على نفس المستوى؟ اكيد بالتصميم. ما في شك انه ببلد مثل لبنان اللي صار معروف على الخريطة الموضه بالعالم، صعب انه الواحد يتميز بوجود مصممين كثير مميزين. الواحد بضل في اشياء بتميزه، يمكن اندفاع الشباب والافرت الزياده والكوميونيكيشن مع الزبونه او صح. اللي هي نحن اكثر شيء. اكزاكتلي مع الست اللي نحن اكثر شيء بدنا نوصلها الطريقه اللي بتكون فيها اكثر شيء حلو. راني عم بتطلع على الستايل تبعولك وخاصه هالقميص وقبتها هيك الحلوه. انت مصمم هالقميص ولا مش انا مصمم؟ شي مره جربت تعمل شيء لك؟ الصراحه كمنزور ايه بعدني ما فت بهذا الموضوع، بس امرار اي دو ذس فور فريندز. ايش يا لك يعني خاصه لك ان شاء الله الاصدقاء كمان يشجعوك اكثر لتفوت بلاين خاصه بالرجال. كيف بتشوف اليوم ذوق المراه العربيه راني، وعلى شو اكثر شيء بتركز من ناحيه التصميم او من ناحيه اي دراس بدها تلبسه او اي فستان؟ المراه العربيه اللي بميزها انها شايفه كثير، يعني شايفه من يوروب الذوق والاليجنس والكاتس الحلوه، كيف بين جسمه حلو، واخذ من الايست الامبرويدري الشك والفخامه القطع. فمشان هيك نحن بما انه وي ار ان ذا ميدل اولويز الميدل ايست، فنحن بناخذ من اثنين سوا، بكون عندنا هالكومبينيشن هيدي بين اثنين. فالست العربيه واللبنانيه صارت شايفه كثير وصعب ارضائها، مشان هيك لحدا يقدر يرضي الست لانه بتضل على اطلاع بكل شيء. اكزاكتلي. يعني نحن كل لبنانيه ديزاينر وكل عربيه ديزاينر. حلو. اي يعني انت اي امراه بتتوجه لها واي اعمار تقريبا؟ للصراحة الست كل عمر بحياتها هو له سحره الخاص. ما فينا انا اتوجه لراي واحد. اهم شخص بهم المراه تكون حلوه قدامه هي نفسها اول شيء، وبعدين اللي بهمها امرهم، وبعدين بقيه العالم. يعني كل سيده كل صبيه كل ست ممكن تلاقي طلبها عندك؟ اكيد اكيد، لانه انا بحاكي جسمها للمراه كيف بده يكون حلو وكيف هي بدها اياه، لانه الشيء اللي حلو بعينها ما بالضروره انا افرض وجهه نظري عليها يعني. بس في تاتش بتضلها. خلينا نشوف هالتاتش اللي عم تحكي عنها راني باول تصاميم رح نشوفها هلا بعرض ازياء، وهيك بنعلق على طريقه الشغل نوع القماش وكل هالتفاصيل اكيد صرت تعرفها. رح ندقق بكل شيء عليك. يلا خلينا نبلش نشوف اول درس. اوكي. هيك يا ريت تفسر لنا راني كمان على كل قطعه بنشوفها نوع القماش اللي معمول. هذا دريس مينلي معمول من تول. نعم. وفي له كمان موسلين لامي. بيجي مشكوك كريستال عن السايد. نعم. كوب سيران مشان يبين الفورم تبع الجسم، بالاضافه لشكل البايات اللي فيه. قد ايه اخذ معك شك هالفستان؟ اكيد يعني كله، مش انه قطعه صغيره بس، كل الفستان والتول من تحت. اكيد اكيد.
راني هيك نوع من الشك ما بيعطي ثقل على المرأة يعني؟ القطعة بتندرس بطريقة انه ما تعطي عليها ثقل، وبنفس الوقت يكون موزع الوزن على الجسم كله سوا بطريقة ايزي. ما بيعطي ثقل يعني الست يعني بتكون مرتاحة هي ولبسته. 100% هون تكنيك الخياطة هون بيلعب دور. اكيد. عم نشوف كمان الموديل الثاني وتصميم جديد. هذا الدراس معمول من بايات بالاضافه ل امبرويدر كريستال على الجنب، هلا بنشوفهم لما يجي. كمان هذا كوب سيران. اوكي. بحب ركز على الخط تبع جسم المراه ومبين اكثر شيء جسم الست يكون. وهون يعني بايات استخدم بكثره بالفستان. هون نوع القماش اللي استخدمتن شو هو غير البايات على الجوانب؟ هيدا بايات وتول. تول. اوكي. راني شو بتاخذ بعين الاعتبار وقت تكون عم بتصمم فستان؟ شو الاشياء هيك النقط اللي بتاخذهم بعين الاعتبار؟ اول شيء بدي اخذ وجهه نظر اللي حتلبسه. يعني مين التارجت لهالديزاين هيدا؟ اوكي. هل هي مثلا مدام مثلا بتجوز ابنها؟ اوكي. حسب المناسبه، حسب العمر السيده، يعني بتقعد معها اول شيء بتحكي انت وياها، بتشوف شو في فكره براسها وعلى اساسها بتنطلق. بتكون عندي لما تكون عندي بالبوتيك او بالشوروم ممكن تعدله، يمكن باي قطعه ممكن تعدل باي قطعه هي. اكيد 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 بتقدر. هون كمان البايات استخدمت بهالدراس 100%. بوندات بايات بالإضافة إلى جوبور. أوكي. جوبور وكوب سيران. قد إيه بتحب الفستان يكون مشغول، يعني يمكن شك أو حتى تستخدم البايات عليه ما يكون سمبل يعني هيك ما فيه شيء؟ مثل أنا أخذت لاين القطعة اللي بتكون للجرون مارياج. دريس يكون بينلبس مش لكل يوم يعني. أوكي. فبهيك حالي بحبها تكون أنا أكثر أثقل ومشكوكة. مشان هيك دائما موجود الشك بتصميم المرأة. 100%. طيب وإذا بدنا نحكي عن نوع القماش، أي نوع قماش المفضل عندك وأي لون بتحبه أكثر شيء؟ ما في شيء مفضل عندي، بس the sky is the limit. يعني anything بكون هو يعني المادة اللي بدي أقدر استعملها for a new creation. بالنسبة للألوان؟ سري؟ اللون شو بالألوان؟ الألوان نفس الشيء. It's each case by its case. ما في أنا الدرس اللي بيكون مثلا لشبيني أو بعملوا ألوانه اللي بتكون بيسته. أوكي. راني تقريبا كم كولكشن بيكون عندك بالسنة، وهل كل كولكشن لازم تكون تابعة للتام نفس الروح من حسب الفساتين كلها؟ أكيد. أنا الكولكشن مثل عادي سبرينغ سمر فول وينتر وخريف و اكزاكتلي خريف شتاء، وكل وحدة بتكون تابعة للثيم اللي بكون بلشت فيه. اها اكزاكتلي. اوكي. شو كان الثيم لربيع وصيف؟ شو كان الطابع لربيع وصيف الاخير؟ شو كان الطابع لكولكشن بربيع وصيف؟ الطابع الاخير كان الابليك. انت راني كل فترة بتصمم يعني مش بالمواسم صح؟ It's constant. بس يعني بتكون هي اخر شيء، هي صارت الكولكشن اللي لهيدا الموسم. بعدك تتذكر اول قطعه صممتها؟ اكيد. شو كانت؟ كانت امبرويدد كلها سوا ورد مع شارلستون شبارافسكي. وكمان باز تول، كمان كوب سيران. ولاحظتي حتى شبارافسكي يعني حتى في شك باول قطعه كمان موجود عنده شغف. قد ايه بتضلك على اطلاع بالخطوط العريضه للموضه راني، وقد ايه ممكن تنفذها بشكل كثير كبير بتصاميمك بس ما تخفي التاتش الخاصه فيك؟ كل فتره بصير في ترند بالموضه على كل اشكال الموضه. طبيعي الواحد يضل مطلع عليهم ويتاثر فيهم، وهون بيكون دور الترند ساتر. راني مين من المصممين العالميين بيعجبوك؟ شي ما رح ترد شي دفيلي لحدا برا؟ للصراحة نحن عنا بلبنان في ناس بكفوا بوفوا طبعا اكيد على مستوى عالمي اكيد اكيد، وهن كانوا البايونيرز اللي خلوا هيدا الترند
نحن لازم نعطيهم يعني ريكوجنيشن على هيدا الشيء. بشكل عام ما بقدر انا اقيم حدا بقول انه هذا الشخص عجبني او مش عجبني، بس بشكل عام بتكون على اطلاع بتتابع كل التصاميم الخاصه فيهم. يعني اول هيك بس بدك تصمم يمكن اي فستان، قد ايه ممكن تعدل فيه ليوصل لمرحله التنفيذ والخياطه؟ كثير. دراس اول شيء ببلش من الفكره، بعدين سكتشنج، فيرست درافت، سكند درافت، حسب المود انا بحس. اكيد اكيد حسن. بعدين لما يبلش على الـ على الاكسكيوشن، على التنفيذ، ببلش ساعتها على المولاج، يمكن بتصير الواحد بيختلف معه الفكره، لا اخر شيء ليصير يوصل للنتيجه اللي هو راضيان عنها بكون. راني كنت عم تقول هالمجال اخذته عن والدك، بعده بيتدخل شيء الوالد بالازياء؟ بتاخذ رايه ولا خلص؟ اكيد بكل الاوقات. بكل الاوقات. ذوقكم مثل بعض او مختلف؟ ما في شخصين نفس الشيء بيكونوا. صح. حتى لو اخوه، حتى لو توينز. ايه حتى لو توينز كمان. صح معك حق. خلينا نشوف كمان بعض تصاميم خاصه فيك راني، ونعلق على كل تصميم، نشوف كمان شو انواع الاقمشه اللي انت استخدمتها. يلا نشوف النكست دريس. اوكي خبرنا عن هالفستان راني، عن تصميمه القماش. هيدا دريس كات ديبور، جاي كله قصات جبور، بتحكي قصة الجسم، هي جيومتريكال بس نفس الوقت لاحق قصات الجسم، يعني تلحق الهونش، تلحق in addition to the embroidery and crystals والباز تبع تول مثل ما هلا عم نشوف. هو اللون الفستان تقريبا شو لونه راني على هيدا السمو بادروس تقريبا؟ اوكي بهالرينج، هيدا بهالرينج. راني اسم الله عليك، يعني كيف بتلحق تطلع بهالفترة القصيرة موديلات جديدة دايما؟ لما يكون في شغف، لما يكون في شغف في اتصال دايما مع الست اللي انا بكون عم بلبسها او الكلاينت، هيدا الشيء بكون دافع للانسان انه تبوش مور اند مور اند مور until he gets the satisfaction. ما بتخاف تكرر نفسك؟ طبيعي الواحد يكرر نفسه، طبيعي الواحد كرر نفسه، بس بضل في التاتش جديدة، في اشياء واحد ما بيقدر يطلع عنها، مثل الستبس تبعو اي دانس بتكون ثلاث اربعة، بس هون بصير الكرييشن بال والابداع والافكار دائما الجديدة. هذا كمان كثير حلو. كلهم حلوين ودرس في قبل في جن، هذا الشيء كثير حلو. هذا درس جبور كمان نفس الشيء، ابليك جاي كمان اكيد مع تنوره مثل ما نكون شايفينها من ورا طويله، من قدام قصيره، اوكي، وسانتور كبير، وكمان نفس الشيء مشكوك. حددت الخصر بهال، حددت الخصر بالسانتور. هيدا راني، هيدا الموديل بلكي صرنا عم نشوفه شوي موجود كمان بفساتين الاعراس. مزبوط. صحيح مزبوط كثير. انت شو الجديد عندك بفساتين الاعراس؟ فستان العرس هلا حنشوف اخر شيء فستان عرس، لكن خليها لبعدين نحكي عنها. خليها لبعدين. من عندي. اوكي بنخلي لبعدين لكينا. حلو كثير. يعني كيف بتحاول تقنع السيده الصعبه يلي بتجي لعندك ويلي بركي حتى شيء براسها معين وهيدا الشيء ولا ممكن انه يلبق لها، شو بتعمل معها؟ في اسلوب للاقناع هون. ايه لازم. انا تبين لي بعد شغلي انه الست اذكى من انه واحد يقنعها بشيء ما بدها اياه. فاول شيء الواحد بده يكون بيسمع مزبوط للست اللي بده يلبسها هي شو بدها، وبعدين نحن بنحاول اكثر شيء نقرب هيدي الفكره ضمن انه الشيء الحلو اللي بيناسبها. تقتنع فيه. اكيد. عم نشوف كمان بعد فستان جديد راني، بنحكي شوي عنه. يمكن الضوء ما مخلى لونه يبين مزبوط. هو شو لونه؟ لونه بيستاش. اوكي. هلا بين شوي ازبط يمكن. اها. كمان جبور ابليك، كوب سيران، كتف واحد، وان شولدر، واكيد كريستال.
حلو كثير، اكيد كريستال هيدي صارت تحصيل حاصل. حلو كثير هالفستان. من ناحيه القصات ممكن الست تعدل على اي فستان عجبها؟ اكيد اكيد ممكن. ومقاسات كبيره اتس كاستم ميد سور ميزور، يعني نحن على قياسها بنشتغل للمدام، بكون في فتين وعلى اساسها نحن. بس هاللون كثير جريء لفستان غير الالوان اللي شفناها قبل، جريء كثير أكيد هاللون. أكيد, أكيد, اكيد بس عقل هو حتى الكالر اتس اب تو هير تشويس، يعني بيكون في بتنقي المدام اللون اللي بيناسبها بنشتغل على. اكيد في كمان السكن كالر بدنا نحن نلبي بتلعب دور. طبعا طبعا راني، اكيد حديثنا رح يكفي معك ولكن من بعد هالوقفه الاعلاميه. عودة لمتابعة حلقتنا لليلة، تحياتنا لكم مشاهدينا ودائما من مجمع بيروت سيتي سنتر. أكيد بعد المصمم معنا، من جد تحياتنا له المصمم راني عتاني. راني خبرني شو أغرب تصميم عملته؟ أغرب تصميم؟ أمرار بيكون من ماتيريالز، يعني دراس مش للبس، بتكون just for display. أوكي. ففي أمرار مستعمل أعمل دراس من وود. دراس من شو؟ من خشب. اوكي. من خشب، بكون كله سوا خشب بس بكون كثير ثقيل وما بينلبس. هول بس لهالدرجة يعني ممكن تروح بتصاميمك وبال اكزاكتلي اتس جاست فور ديسبلاي. كيف كان شكله هيك؟ خبرنا شوي يعني، اوضح هيك، اعطينا فكرة عنه اكثر. كان عبارة عن بروشيت خشب محفورة صغيرة ومرشوشة مثل ما بينشغل الفورمايكا. اوكي. ومحطوطه ابليك 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 ابليك. اخذ كثير معك وقت؟ اكزاكتلي. هي مش الوقت كان بشغل الابليك، التنفيذ يعني. التنفيذ. التنفيذ. حلو كثير. تخيل قد ايه كان غريب. اكيد كان كثير غريب. اكيد. رح نستمر بالفاشن شو وبالتصاميم، بنحكي كمان عن كل دراس اكيد راني، وحسب ما عرفنا منك هيدي النيو كولكشن رح نشوفها لخريف وشتاء 2014. خلينا نشوف الدراس الأول ويعلي عليه كمان مصممنا راني. شي من بعيد مبين حلو عن جد. حكينا عن ديزاين راني. هيدا دراس كمان سيران، تنورة بتجي كلها بودي ومعمول من جبور درابي على الخصر وبروش كريستال على جهة الخصر وجاي كم طويل. شو قصة يا راني هالسيران الموجودة بكل قطعة، هالحرية يلي عم نلاقيها بكل أغلبية التصاميم عندك؟ بلاقيها كثير بتناسب الكات تبع ال يعني البوستشر، بتعطي بوستشر كثير حلوة. بس يمكن هالكات بدها جسم حلو كمان. أكيد 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 كمان. حسب هيدا مش سيران. هيدا مش سيران، ما تعتلي همه. اوكي هيدا دراس شوي مجنون. غير ستايل كومبليتلي عن اللي شفناه هون قبل، يمكن بيشبه شوي الاخضر قطع معنا قبل الفصل. تقريبا تقريبا. أوكي. هو كلهم في كومبينيشن وحده بيناتهم بس اللي بتجمعهم كلهم سوا على بعضهم. هيدا شوي هيك ستيل البرنسس، بس عادة البرنسس بيكون على فستان طويل. مزبوط. هيدا عم مجنون شوي جاي. كمان تول الدراس وكورسيه وفي عليه ابليك دانتيل ومشكوك بيرلز وكريستلز وروزري. كيف عم بتحس هيك العالم عم بتحب هيك؟ عم بتحب ايه؟ اكيد اكيد كثير عم بحبوا، يعني عم بحاولوا يطلعوا عن شيء الكلاسيكي او اكزاكتلي الكلاسيك، وخصوصا انه بهيدي الايام صار كل شيء معروف. يعني يمكن من 15 سنه 20 سنه كنت تشوفي مثلا ست تلبس شيء ما حدا يعرف من وين جايبتها، تكون سافرت لبرا، بس هلا صار كله مكشوف. ف she wants something special. وهلا جاي الفستان الاحمر. هيدا من شو معمول؟ ورد. وكمان الميدل بارت جاي كمان جبور. شو القماش اللي مستعمله؟ القماش الباز تول. بس غريب الميدل بارت كيف صممته بهالفستان، يعني بنحس الميدل بارت اوكي مكمل اكيد مع الفستان بس غريب ال هي فكرته انه القماش، يعني كيف اكزاكتلي هي فكرته انه كانها قاعده بجاردن بجنينه والورد عم بيطلع.
فذاتس ذاتس ذا بارت يعني. رانيا السنة الدانتيل كثير على الموضة، موجود عندك ولا؟ أنا الدانتيل والجبير بكل فساتينة تقريبا، بكل فساتينك. حلو كثير هالفستان، غريب اكيد بالديزاين مثل ما شفنا. انا ناطره بس لشوف العروس لنعلي اكثر عليها. راني حلو كثير راني، غير لا انا بدي اقول لا قولي انا غير شيء غير عليك اكيد. كنت بدي اعرف منه غير الولد في حدا، انت وحيد ولا عندك اخوه؟ لا عندي اخوه. حدا بيساعدك؟ في انا خيي بيشتغل بس he's in the fashion business but he's in the casual يعني casual wear. اوكي. راني قد ايه بتكون حاضر بعمليه تنفيذ الفستان، الشك، الخياطه، بكل مرحله بتكون انت حاضر وموجود؟ بكل المراحل، بكل المراحل اجباري يعني يكون الوجود. سبليجاتري من مرحله ستيريزم لاخر قطبه بالفستان لازم يكون حاضر لتشوف اكيد بالنهايه الفينشينج تبع الدرس. كمان بعد كثير فينشينج كثير عم نشوف بعض الصور نحن على الشاشه كمان لتصاميم خاصه فيك. مزبوط. راني الدرس اللي كان قبل كثير بناسب مدام، اذا كمان خصنا اذا قياس كبير مثل ما كنت عم تساليني من شوي. اوكي. هذا كثير حلو لونه هالدرس، هذا لون الازرق السماوي. مزبوط الاكوا بلو، كثير حلو اكوا بلو، حلو كثير. راني في شيء فنانه معينه بتحب انك تصمم لها او بتحس ستايل تبعولها بيعجبك بس هيك على بالك تطلعها بشيء مختلف بلوك مختلف يمكن؟ انا الصراحه ححبهم لبسهم كله. بس بالتحديد في نانسي عجرم بحس كثير ستايلها كلاسيك مع انه بيلبق لها شوي هيك تعمل شيء جديد يعني خصوصا انه هي شيز فيري ادوربل. ف عم بتتابع هلا كيف عم باخر اطلالات لك كيف عم بتكون؟ اكيد اكيد. طيب وقلنا شو يلي هيك شو يلي عندك ما بتتخلى عنه ابدا انت وعم بتصمم؟ عادة الشيء اللي ما بتخلى عنه انه يكون دراس براكتيكال، يكون الدرس براكتيكال اكزاكتلي عملي. يعني كل ما يكون عملي وكل ما يكون الناحيه العمليه بالدرس مش بس الناحيه التصميميه انه بس انه الواحد ابدع وحط فيه الدرس، لا بده يكون اتس ذا براكتيكاليتي. مريح كمان exactly. ما بعرف اذا كمان صاروا جاهزين الماضي، صاروا جاهزين لنشوف كمان الفساتين الباقية معنا ونعلق على كل فستان معك راني. خلينا نشوف كمان فستان جديد وتصميم جديد. اوكي خبرنا عن هالديزاين راني. هيدا دراس بلاك بايات. اوكي. سيران ومشكوك بايات مع البوردر اللي على التنوره من تحت كم طويل. هلا بنشوف الصبيه هي وعم تبرم معه كلام كثير حلو. اوكي بحس بده عرض كثير في ال حاطط له اكوالات فستان. حلو كثير حلو. راني شو هي الصعوبات اللي عم تواجهها؟ الصعوبات بتكون عادة الوقت. الوقت ايه لانه بدك تخلص على السريع يعني. اكزاكتلي الوقت هو اكثر اكبر عدو بهيدي بهالشغل هيدا يعني على طول توتر وستريس. اكزاكتلي وشو بتعمل لحتى تطلع حالك من هالستريس؟ الواحد نيدز كنترول هيز تمبر يعني الواحد بيضلوا عم معود حاله خصوصا انه نفسيه الست اللي بتكون عم تتعامل معها على طول بدك تخلي لها هير سبيرتس عالي لانه نفسيتها بتلعب كثير دور على جمالها الخارجي. صح اكيد. خبرنا عن هالفستان. هيدا فستان العروس. اكزاكت العروس هو جاي دانتيل ومع تران جايين كشاكش تول. اوكي
تويل كريستال، وجاي الشغل هلا يمكن لما يعملوا كلوز اب ببين اكثر، ببين بين الشغل اللي فيه. هن عباره عن عروق شجر بكريستال مغطيين كل جسمه، بكفيين من تحت وطالعين ل تورد ابل بارت. حلو، بحس كل قصدان بصممه راني له قصه. انا عم بتطلع على فكره من هون ما في خبرك قديش حلو. ايه حتى على الظهر هلا بنشوف كمان حلو، والكشاكش مثل ما قلت من تحت على القصدان بتطير، مثلا ما عليتهم لفوق، عكستهم مثل ما نحن متوقعين نشوفه. اكزاكتلي، حبيت اكثر بين لها جسمها للعروس، انه مش اذا عروس بدنا نغطيها بالقماش، منبين لها جسمها وخلي الاترام مبين حلو، فبنكبره الاترام حلو وبنحط ساعتها فيه. والطرحه مع هيك قصدان كيف بتتخيلها كمان تكون راني سمبل او مثل الشغل اللي عم نشوفه؟ انا لهيدا بدها تكون كثير سمبل، شوي صغيرة. انا ما حبيت بينها مشان بين ظهر الدرس، ما حبيت حط طرحة، فعادة it must be something very very simple. وكبر الطرحة يعني I don't recommend it. اوكي، لانه خلي يبين جمالها للعروس، يعني احلى يوم بحياتها بتكون. وجمال فستان يعني ما جمال فستان. راني شو في عندنا هيك مشاريع جديدة؟ بركي في عندك شي ديفيليه عم بتحضر له ولا لا؟ ما في شي هلا؟ سون، فيري سون، عم بحضر لاشياء جديده، حاعلن عنها بالفان بيج وعلى الويب سايت عندي rani.aitani.com. وعم بحضر كمان لاين بارلل للكوتور، يكون لاين اتس فور افري داي اليجنس. كاجوال اتس بريت ابورتي، بس بطريقه الكوتور. ان شاء الله بنحكي عنهم بحلقات قادمه. راني اهلا وسهلا فيك، بسطنا بحضورك معنا بهالكولكشن المميزه، يعطيك الف عافيه. شكرا كبير لحضورك معنا. نحن لهون سشا اكيد بنكون وصلنا لختام حلقتنا، شكر كثير كبير لكل يلي بتابعونا.